اهلا بيكم، معاكم محمود فادي. النهارده هنتكلم على حاجه مختلفه خالص عن سيت وداون وستي او الحاجات اللي الناس دايما متعوده تسمعها. النهارده هنتكلم على حاجه سايكولوجيكال شويه. بمعنى ايه؟ انا نزلت صوره للجهاز ده، الناس قالت اللي هو الجهاز للتوازن. في الحقيقه ان الجهاز ده كل يوم عندي بكتشف فيه حاجات مختلفه خالص. اهم حاجه انك تلاحظ كويس ايه اللي هيحصل. الجهاز ده استخدمناه في امريكا مع سيزر ميلان، ده اشهر مدرب سلوك في العالم. عملنا ايه؟ عندنا كلب كان عدواني جدا، اول مره نجربه عليه. فالكلب العدواني ده لو شاف كلب من 10 متر لازم ينط ويشد ويهوى عليه ويهجم عليه، عايز يموته. طب نعمل ايه؟ قلنا نجرب الجهاز ده. فلما طلعنا الكلب العدواني على الجهاز ده ابتدى يفقد توازنه. فلما يفقد توازنه ابتدى يبص تركيز ذهني اكتر من تركيز بدني، فعمال يحاول يحافظ على التوازن بتاعه. في الوقت ده احنا استغلينا اللحظه وقربنا الكلاب حوالين الجهاز نفسه، فابتدى ذهنيا في عقل الكلب العدواني ان نربط ان في كلاب حواليك وقريبه اكتر من غير ما تهجم عليهم. ده جزء ممكن نستخدمه للكلاب اللي بتخاف. بمعنى ايه؟ الكلب اللي بيخاف محتاج اللي انت تعمل له تاسك صغيره او مهام صغيره وينجح فيها، زي يطلع التريدميل ويمشي عليها. هي حاجه بالنسبه لنا عاديه، بس دي في عقل الكلب اللي هو نجح فيها، فثقته بنفسه ترفع. لما يجي على الجهاز ده ويقف عليه ويحافظ على توازنه وجسمه يبقى مظبوط من غير ما يبقى خايف عليه، دي حاجه برضو يحس اللي هو نجح. فدي مع دي مع دي يبتدي صوره ان الكلب نفسها تتغير ويبتدي شخصيته تتحسن للاحسن بكتير. في حاجات تانية مختلفه، انا محضر كام كلب كده مختلفين، شخصيات مختلفه، هنشوف رد الفعل الكلب على ايه على الجهاز ده سوا، ونشوف احنا المفروض نوصل ايه بالجهاز ده. تمام، هنبتدي باول كلب. سكوبي كم؟ عادة الجهاز ممكن هو بيتحرك او هو بيحاول يحافظ على التوازن بتاعه، فلما يحاول يحافظ على التوازن هو قاعد. دلوقتي لما الجهاز اتحرك بيه ابتدى يفكر، لما يقعد مش هيتحرك بيه، فحافظ على التوازن. هو اهم حاجة عندي في الجهاز ده اللي هو يفكر ازاي يقعد او ازاي يحافظ على توازنه، مش شرط يبقى واقف. طيب انا دلوقتي هو مش خايف منه، بس انا ممكن استخدمه لو كلب مثلا ويل تريند او عارف اوبيدينس كويس وعايز ازود اللي انا الجهاز ده يبقى بيخليه يتحرك واديله مثلا كام، يبتدي يحاول يعمل الاوردرز نفسها. سكوبي سات سات نفسك بوبو، يحاول اللي هو يستخدم اللي حواليه. تعال سات نفسك، هساعده قوي اللي هو يفكر. سكوبي كاتش بوبو. اوكي، فعندنا كلاب ممكن اللي احنا نستخدمها في الاوبيدينس كويس او نعلي الاوبيدينس. انا مش شرط التكنيك اللي انا عايزه، انا اشوف الكلب دي تاني مره يطلع عليها بيفكر يستخدم البيئه اللي حواليه اللي هو ازاي يحافظ على التوازن بتاعه، فده كويس جدا. ممكن نطلع كلب تاني. ونشوف الرياكشن بتاعه عامل ازاي. حاجة دي تبقى مريحة، أنا عايز الكلب يبقى مريح نفسه، وابتدي أشوف هل جسمها شايفينه خايف؟ الجهاز بيتحرك بيها، بس شايفينه خايف؟ هي بتحاول تنزل نفسها بس مش خايفة، ده كويس. حتى لو نزلت قعدت داون بس قاعدة جسمها مريح تمام، أما لو قاعدة مروشة لا، ده دي فيها مشكلة. كده تمام جدا، كده أنا ضمنت إن الكلب أوكي مركز تمام، بيتحرك هي اتحركت بس بتحاول تحافظ على التوازن بتاعها في اقل من ثانيه، فده كويس. هنشوف رياكشن كلب تاني. دي دارا بتطلع بحذر شويه بس ده كويس. مركزة أكتر على رجليها، ده تمام، فيها مجهود ذهني بالنسبة لها أكتر من هابي أو أكتر من سكوبي. الجريب بتاعها ماسكة كويس فده تمام. ده حلو، ديلها كويس، جسمها كويس، جسم هادي، ده تمام.
حلو قوي. خدنا بالنا دلوقتي لما جت تنزل بنزل بالراحه، بس نزلت باستعجال قوي. لا هعيدها تاني معاها عشان اتاكد ان اخر حاجه هي عملتها ما تبقاش خايفه منها. هي مش واثقه قوي ومش خايفه، هي مش متاكده، يعني بيسموها انشور. شايفين بحاول انزلها، هي خايفه تنزل الحته دي، فلما هبني شويه وقت او ابتدي احاول انزلها بالراحه جدا. طلعها تاني، ابتدت تقعد المره دي، ابتدت تفكر ازاي تحافظ على توازنها. كتر الجهاز هيديك شكل جديد مختلف للكلب، او الكلب هيبتدي يفكر. عايز الكلب يفكر. شايفين المره دي نزلت احسن ازاي؟ تعالوا بقى نخش على الكلب الجميل. أكيد هو بيخاف شوية، من بعيد بيشد، أهم حاجة في الوقت ده اللي أنت بتبقى مستريح وهادي جدا. قبل ما أنا أطلع الكلب أنا لازم أبني علاقة مع الكلب كويس، يعني لازم يبقى فيه ثقة. يعني أنا لو ابتديت وأول ما خدت الليش ابتدى يشدني، لا دي مش طريقة. اللي أنا ابتدي أخليه يجي لي حواليا كده، ده البداية، وبعد كده ابتدي أتحدى عقله. هو محتاج شوية تحدي. نجرب كده نجيب تريت، نبتدي نشوف هياخد تريت في الوقت ده ولا مش هياخد. طيب الكلاب دي انا ما بفضلش ان انا طبطب عليها في الوقت ده، لان اللي طبطبتي في الوقت ده يعني بكافئ الخوف. لو جيت اديت تريت، بص هو شم وما خدش، فشم وما خدش ده معناها ان انا لو انا اديت تاني تريت دلوقتي يبقى انا بكافئ او بخسر بوينت بالنسبه له. هو ما خدش مني فانا كده اخسر بوينت. لا طيب يبقى الكلب ده حله ايه؟ او الكلاب اللي انت بتبقى عايز تنزلها السلم او تتحرك وتبقى خايفه في الشارع، محتاج ان انت تبقى هادي جدا، الليش على حته في الرقبه، ما بتحطش الشد كتير، وبتحاول تقرب بالهداوه جدا. طبعا هو اقوى مني لو شد، فانا مش عايز ابتدي استخدم ده قوي، بس عايز ابتدي اديله الفرصه ان هو يقرب من الجهاز او ابتدي يشمشم فيه شويه. ابتدى جسمه يتنشن، فانا لازم ايدي تبقى مريحه. بالراحه جدا. بديله فرصه يشمشن، ده كويس قوي. شايفين اول خطوه بياخدها ازاي؟ جسمه عامل ازاي؟ كان هينزل داون بس هيبقى قاعد متنشن. هحاول اطلعه بالراحه. طبطبتي دي برده دلوقتي لسه هو لسه مش متاكد ولسه مش واثق، والحركه بالنسبه له غريبه قوي، فلما يبتدي نقدر نعملها احسن او يكررها بشكل افضل نكررها تاني ونشوف النتيجه. هنمسكه بالراحه. طبعا نازل جري، بس انا عايز اربطها تجربه ايجابيه بالنسبه لي. ما اديتوش تريد، ما خدش تريد، بس مش معنى كده ان هو ما خدش تريد ان انا ما احاولش، او انا بالنسبه له تريد هدوئي التريد بتاعه. فحاول اجيبه تاني، المره دي بيطلع اسرع. لما انا بحاول الفه دي بالنسبه له تحدي، بس المره دي ما نزلش جري، فده كويس. معنى كده الكلب لو بيخاف من حاجه انت ممكن تكرر مره واثنين وثلاثه واربعه وهيديلك نتيجه مختلفه. فانت لازم تراقب. هو لسه دلوقتي مش واثق قوي في نفسه، بس مش هحط له تحدي قوي. انا بالنسبه لي عايز اربطها بطريقه ايجابيه عشان يبقى واثق في نفسه. ففكره الوقوف عليها شويه ده حلو. بعدين ممكن نجرب، هات كده تريت كده تاني، بس انا هبني شويه وقت. عاده مش هدي تريت، بس تعالوا نشوف. هنجرب ندي واحده كده، ما خدش. يبقى مهم جدا ما تكررش الموضوع ده. بوريك امثله لو انت عملتها ممكن تخسر بالنسبه له بوينت. فاهم حاجه الهدوء بتاعك والاستمرار، وجرب الجهاز ده او جرب حاجات تانية مختلفه تخلي ثقه الكلب بتبقى احسن. ان شاء الله هنزل لكم فيديوز تانية عن افكار مختلفه على التدريب. اهم حاجه نزل بالراحه، وده اللي انا عايزه.
شكرا جدا. تابعوني، رقم موبايل موجود على الصفحة وعلى اليوتيوب، وهكتب تحت الصفحة بتاعتي والصفحة البيج بتاعتي، ولو في اي اسئلة عندكم كلموني. سلام عليكم.